يعني انا يا عم عماد عشان بتكلم معاك بالاصول تعمل معايا انا كده؟ عايز تاكلني؟ هناكل مين يا واد يا ايهاب؟ يا ولد اتكلم كويس يا ولد، انا بنتي تتاكل بالذهب. دهب دهب دهب، ما بنتك اللي تتاكل بالذهب ديت هي اللي ضربتني وطردتني بره الشقه وغيرت الكالون، وكل ده ليه؟ عشان خلاط ب 300 جنيه. بقول لك ايه، انا جايبك هنا عشان تعقل بيتك وترجعها تعيش لو عايزه تعيش. وهي مجنونه عشان عقلها؟ يا جدعان ابوس ايديك ابوس ايديك، الطريق زحمه والدنيا واقفه، ما تدخلوش الشيطان ما بينكم. لا دخلوا بينا يا عم عماد الشيطان، الشيطان هيدخل وهيفضل قاعد بينا لحد ما بنتك ترجع تعيش معايا زي ما انا عايز. دخل الشيطان، وريني وريني هتعمل ايه. ايوه دخلوا في ايه، وريني. حظ المنيل ده، ميكروباص وفي مصر، انا شغلي كله كان كباريهات وصالات قمار مكيفه بس يا باشمهندس عشان نمشي، حضرتك هتشتمه انت ترد عليه شتيمه يستحسن تكون قذره، يا سلام لو مديت ايديكوا على بعض، ويا حبذا لو قتلته عشان نخلص. يلا لموا بقى الاجره مع الراجل الاحمر اللي لابس هندي ده. الم الاجره يعني ايه؟ انت ما تعرفنيش؟ انا الشيطان. شيطان؟ شيطان مين يا عم الشبح؟ لا احنا عفاريت الاسفلت. نعم الأجرة. حاضر. خد يا عم الشيطان 3 من 20. ماشي. 2 من 10. اوكي. 1 من 5. ماشي. ايه يا اخوانا؟ 1 من 5. يا جماعة يا جماعة، أنا ما أنا ماليش في الحساب، أنا أصلاً بخاف من الحساب. ما يا اسطى لو سمحت أنا مش هدفع، أنا جاي في شغل. أنا مالي أنا جاي في شغل ولا جاي في تاكسي؟ أنت راكب في العربية، يعني تلم الأجرة وعلى الله تغلط في الحساب. لو كنت حسبتها كويس زمان ما كانش ده بقى حالي، أنا بخاف من الحساب. يا باشمهندس ما تشتموا بعض عشان امشي. ادفع يا ايهاب. بقول لك يا عم عماد انا مش عايز اغلط فيكم، يا عم عماد انا مش عايز اغلط فيك. لا اغلط انا هخليها تمشيك على عجين ما تلخبطش. اغلط يا عم عماد. ماشي. بص بص لو سمحت يا ريت تغلط فيه وتتقل ايدك، اوكي؟ يلا بينا. ماشي. طب بقيت 200 جنيه. اقل 100 جنيه، انت مديني 10 يا بيه. مديك 100. ايه ده، فين ال 100 دي؟ 10 قدامي هي تقلب. انا هتدفع يا عم عماد بدل التكشيره اللي انت عايزها. بس لا 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 لا، لو سمحت يا اسطى انا هاجي قدام بليز. المكان ده محجوز يا عم الشبح. محجوز لمين؟ اعتبر نفسي ما سمعتش السؤال ده. هو الكرسي اللي قدام محجوز يا اسطى؟ محجوز؟ ده انا اللي محجوز. اعتبر نفسي ما سمعتش الكويشن ده. انت رايح رمسيس؟ رمسيس؟ ده انا رمسيس. بقول لك ايه؟ على النعمة احنا ما كناش رايحين رمسيس اصلا، بس الناس دي كلها هتروح رمسيس عشان خاطري. اركبي يا ابو. خرابي. عسل. يا ابن الابلسة. الاساتذه بتوع الخلاط ما ينفعش كده. حضرتك انت قاعد ساكت ليه؟ مش فاهم انت هتروح وانت دمك محروق بالمنظر ده ازاي؟ طب اشتمه يعني، سب له المله، شتيمه اشتم له اي حاجه حتى لو خفيفه. يعني ايه السلبيه اللي انت فيها دي؟ حتى مش حلوه في السي في بتاعتي. النبي يا اخويا تاخد الواد دي واحده قبل ما احضر له الرابع. لا 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 يا ستي، ايه ده؟ انا الشيطان. شيطان؟ طب والنبي وسوس له في ودنه شويه يمكن ينام. الشيطان قال، امال لو شفت حماد اخوه. ايه ده؟ انا ممكن اوسوس له يطلع جاحد ويبهدلك عشان ايه ده؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ده بيطلع حاجات مقرف جدا. انت ترضعي فيه ايه؟ ده ما فيهوش سنتي فاضي. خد ردع. لا لا، ايه اللي هردع ده؟ انا جاي اتحاسب هنا ولا ايه؟ لو سمحت يا ماما وسعي. حساب قبل ما تنزل يا قشطه. اكل 200 جنيه يا اسطى، بقيت ال 200. لو سمحت لو سمحت خليني انزل وسعي. اتفضل انزل. لا انا بقول لك وسعي افقك، وسعي مداركك، بقول لك وسعي فيزيكال. يلهوي فيزيكال؟ الحقني يا اخويا بيقول لي فيزيكال. يا نهار اسود، فيزيكال فيزيكال في عربيتي؟ انا عايز اخرج اصلا من جهنم دي. انزل. انا عايز انزل. لا لا لا، الكرسي القلاب قفل على ديلي. انتوا بتتخانقوا على خلاط ومش حاسين بالخلاط الكبير اللي انتوا عايشين فيه. شفت يا مهزق؟ فرجت علينا الناس، خليت اراجوزات يقلشوا علينا. والله ما حد عارف مين الاراجوز، انت ولا بيتك. اراجوز؟ ايوه اراجوز. بس بقى انا عندي فكره. خليها تعزيك من جديد. انا عندي فكره حلوه، اخزوا الشيطان، وحدوا الله. لا اله الا الله. وانا ادعوا الله بقى يا اسطى. يا اسطى اطفي البتاع ده وشغل قران، خلينا اتحرق.